سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن للعلم دوما طالبا لا تيأس النف فيه عذب المنهل يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم تلاميذ الصف الأول، كيف حالكم؟ تحدثنا يا أصدقائي في درسنا السابق عن أشكال الحيوانات وعن حجمها وعن غطاء جسمها، وفي درسنا لهذا اليوم سنتعرف على أنواع الحيوانات. يوجد نوعان من الحيوانات، بعضها يعيش بالقرب من الإنسان والبعض الآخر يعيش بعيدا عنه، ولكن ماذا أسمي كل نوع منها؟ هل أستطيع التمييز بينها؟ أين تعيش هذه الحيوانات؟ وما هي الفائدة منها؟ كل هذه الأسئلة سنتعرف على أجوبتها في درسنا لهذا اليوم، تابعوا معنا. يوجد يا أصدقائي حيوانات أليفة وحيوانات برية، سنتعرف على كل نوع من هذه الحيوانات بالتفصيل. أولاً الحيوانات الأليفة، شاهدوا الصورة يا أصدقائي، إنها صورة حيوان أليف يعيش بيننا. ماذا أسمي هذا الحيوان؟ إنها قطة، أحسنتم. هل تستطيع القطة العيش بيننا؟ هل يمكنها أن تتكيف مع الإنسان؟ أجل، أحسنتم. إذن ما تعريف الحيوان الأليف؟ الحيوان الأليف هو حيوان يعيش بالقرب من الإنسان ويعيش معه في البيت أو في المزرعة. إذن الحيوانات الأليفة يمكن أن يربيها الإنسان، أي أنها تستطيع العيش مع الإنسان. لنشاهد بعض هذه الحيوانات الأليفة التي ممكن أن تعيش مع الإنسان دون أن تؤذيه ودون أن يؤذيها. لنشاهد بعض الحيوانات الأليفة، انظروا إلى هذه الحيوانات الجميلة. هذه تسمى قطة، وهذا حصان، وهذه بقرة، وهذا كلب، وهذا أرنب. كل هذه الحيوانات هي حيوانات أليفة يمكن أن تعيش بالقرب من الإنسان، وأيضا بعضها نستطيع أن نستفيد منه. تعرفنا يا أصدقائي على الحيوانات الأليفة. ما هي الحيوانات البرية؟ لنشاهد الصورة يا أصدقائي، ماذا أسمي هذا الحيوان؟ إنه أسد، أحسنتم. فكروا معي يا أصدقائي، هل يمكن للأسد أن يعيش بيننا؟ هل يستطيع الأسد أن يعيش بالقرب من الإنسان؟ كلا، لأنه خطير ويمكن أن يؤذي الإنسان. إذن الأسد هو حيوان بري. ما تعريف الحيوانات البرية؟ الحيوانات البرية يا أصدقائي هي حيوانات تعيش بعيدة عن الإنسان، إما في الغابات أو الصحراء أو الجبل، أي لا يربيها الإنسان. لنشاهد صور بعض الحيوانات البرية التي تعيش بعيدا عن الإنسان. هذه الصورة لنمر، أحسنتم. وهذه أفعى، وهذا دب، أحسنتم يا أبطالي. وهذا الحيوان ماذا أسميه؟ إنه ثعلب، أحسنتم. وهذا الحيوان الضخم يدعى فيل. كل هذه الحيوانات تعيش بعيدا عن الإنسان، لا يمكنها العيش بالقرب منه لأن بعضها خطير جدا وقد يؤذي الإنسان، لذلك سميت برية، أي تعيش في الغابات بعيدا عن الإنسان.
خطر في بالي سؤال يا أصدقائي الصغار، ما هي منافع الحيوانات الأليفة؟ كيف يستفيد الإنسان منها؟ يستفيد الإنسان من الحيوانات الأليفة كاللحم مثلا، من الأغنام والأبقار والدجاج أيضا، وأيضا يستفيد منها من الحليب مثلا الأبقار والماعز حيث تعطينا الحليب، وأيضا البيض من الدجاج. وهذه الفائدة يا أصدقائي لا تكون فقط في الطعام، ولكن أيضا بالخدمات التي ممكن أن تقدمها لنا كالتنقل مثلا، كالحصان حيث يساعدنا في التنقل، وأيضا الصوف من الأغنام. شاهدوا هذه الأغنام ما أجملها. والآن يا أصدقائي حان وقت الأسئلة، سأطرح عليكم بعض الأسئلة ولنجب عليها سويا. السؤال الأول، ماذا أسمي الحيوانات التي تعيش مع الإنسان؟ ماذا أسمي هذه الحيوانات التي ممكن أن تعيش في بالقرب من الإنسان؟ إنها حيوانات أليفة، أحسنتم. السؤال الثاني، ماذا أسمي أيضا الحيوانات التي تعيش في الغابات؟ ماذا أسمي الحيوانات التي لا تستطيع العيش بالقرب من الإنسان؟ إنها حيوانات برية، أحسنتم يا أبطال. ماذا يمكننا أن نستفيد من الدجاج ومن البقرة؟ تذكروا يا أصدقائي، ماذا نستفيد من الدجاج ومن البقرة؟ نستفيد من الدجاج بالبيض، أحسنتم. والبقرة، ماذا نستفيد من البقرة؟ نستفيد منها في اللحم والحليب، أحسنتم يا أبطال. إلى هنا يا أصدقائي نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم، أراكم قريبا بإذن الله.